بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ففي هذا الشهر الكريم الذي عرف عبر تاريخ الأمة بأنه شهر الانتصارات وشهر البطولات، نطيب مجلسنا بذكر بطل من أبطال الإسلام، وهم كثر بفضل الله تبارك وتعالى، نذكرهم لكي نقتضي بهم ونتأسى بطريقتهم ونفاخر الدنيا بهم. هؤلاء أبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. ونخص في ذلك اليوم أحد هؤلاء الأبطال لنكتة نشير إليها لاحقا بإذن الله تعالى. فحديثنا اليوم عن غسيل الملائكة حنظلة ابن أبي عامر رضي الله عنه، وهو ممن لم يمنعه حبه لآبائه أن يعرف الحق وأن ينتمي إلى الحق. فأبوه هو أبو عامر الراهب الذي صار فيما بعد أبو عامر الفاسق. وأبو عامر الراهب هو أحد هؤلاء القلة الذين عناهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. فكان أبو عامر أحد هؤلاء البقايا الذين كانوا على الإيمان قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فلم يكن على وجه الأرض مؤمن إلا عدد قليل جدا، لأنه كما تعرفون أن اليهود والنصارى حرفوا كتبهم وأشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وقالوا واحد في ثلاثة وثلاثة في واحد وغير ذلك مما أخرجهم عن الدين الصحيح، ومما أخرجهم عن أن يكونوا موحدين وأن يكونوا متبعين لأنبياء الله عز وجل. وكان منهم طائفة موحدة بقي لها ذكر قوي ها هنا في مصر وفي بلاد الشام وفي غيرها، حتى ظهر عليهم المثلثون فحرقوهم بالنار وآبدوهم عن بكرة أبيهم، ولم يبق إلا من فر إلى الصحاري وغيرها، لا سيما في جزيرة العرب حيث كانت بعيدة عن سلطان الدولة الرومانية التي تعقبت هؤلاء الموحدين على النحو الذي ذكرناه. وبقي هؤلاء البقايا يعرفون الحق عدد قليل جدا، كان منهم ورقة بن نوفل رضي الله عنه، وهذا كان على الحق قبل البعثة
وآمن بالحق بعد البعثة فهو ممن من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وممن بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعامة المنتسبين إلى أهل الكتاب على الشرك إلا عدد قليل منهم، ثم لما بعث صار هذا هو المحك، فمن آمن به ممن كان مؤمنا أتاه الله أجره مرتين، ومن آمن به ممن كان مشركا فالإسلام يجب ما بعده، ومن كفر به ممن كان مؤمنا صار كافرا. ومن هؤلاء أبو عامر الذي رغم أنه كان على التوحيد وعلى الحق وكان يقرأ في الكتب صفة البلدة التي سوف ينتشر منها دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان غالب ظنه أنها تنطبق على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كانت تسمى أنذاك بيثرب، فكان يرجو أن يكون هو النبي الخاتم لأنه على التوحيد ولأنه يعيش في تلك البلدة التي وصفت في الكتب السابقة. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم حمله الحقد والحسد على أن يكفر به، وهذه قصة تكررت مرة في مكة مع أمية بن أبي الصلت، ومرة في المدينة مع أبي عامر الراهب الذي أظهر العداوة الشديدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حسدا له من أنه لم يكن هو النبي الخاتم، وكان بعد ذلك أحد المحرضين ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أحد المعاونين لقريش في غزوة أحد التي استشهد فيها ابنه حنظلة رضي الله عنه. لم يمنع حنظلة ما ذكرنا من سيرة أبيه ومن إعراض أبوه عن أن يؤمن بدعوة الحق، لم يمنعه هذا من أن يكون أحد الذين سبقوا إلى دين الله تبارك وتعالى وبذلوا أوقاتهم وأعمارهم في سبيل الله عز وجل، حتى جاد بنفسه في أحوال سطرها له التاريخ، وما عند الله خير وأبقى. ثم إنه لما أراد أن يتزوج وفق إلى امرأة تشاركه ظروفا مشابهة، فهي جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، ومع هذا فقد كان أبناؤه منهم عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول، ومنهم جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول من خيرة المؤمنين إيمانا وامتثالا بدين الله عز وجل. كان عقد حنظلة رضي الله عنه على جميلة قبيل غزوة أحد، وكانت الترتيبات تجري للبناء والزفاف، فجاء خبر غزوة أحد وخروج المشركين لملاقات المسلمين، ودار ما دار بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أصحابه، وأشار عليه شباب الصحابة ممن فاتهم القتال في بدر أن يخرج فيدافع عن المدينة من خارجها، وكان كبار الصحابة رضي الله عنهم يرون أن يدافع المسلمون عن المدينة من داخلها، ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى هذا الرأي إلا أنه نزل عن رأي عامة أصحابه. فالذين ما هذه فائدة جانبية لا ندعها تمر دون أن نتوقف عندها، الذين يزعمون أن الغرب هو الذي علمنا الشورى، وهو الذي علمنا أن القائد يمكن أن ينزل عن رأيه لرأي الأتباع، ونحن لا نتكلم عن قائد عادي بل نتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن ربما كما أشرنا في مرات أخرى كان مما قدره الله عز وجل أن يفصل رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مهمة الرسالة والبلاغ وبين مهمة القيادة للأمة وللجيش وللقضاء ولغيرها،
فكان ربما لا يأتيه الوحي في هذه الأمور أو لا يتعامل على هذا الأساس لكي يخطط ويشاور ويخطئ ويصيب ويراجع ويراجع، كما في غزوة بدر حينما اختار منزلا فأشار عليه الحباب رضي الله عنه بموطن آخر، وهكذا. وها هنا ينزل صلى الله عليه وسلم عن رأيه لرأي شباب الصحابة وليس كبارهم، مع أن لأنهم كانوا الكثرة الغالبة ولأنه كان في ترك ذلك الرأي كسر لنفوسهم. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم للدفاع عن المدينة من خارجها، وكان المسلمون ينتظرون قدوم المشركين ويتمركزون خارج المدينة، وربما كان يستأذن من له حاجة لكي يعود إلى بيته فينظر حاجته ثم يعود مرة أخرى إلى جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي إحدى هذه الليالي استأذن حنظلة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذهب فينظر ما شأن عروسه وما شأن ترتيبات بنائه. وفي تلك الليلة رأت جميلة رضي الله عنها رؤيا أن السماء انفتحت ثم دخل فيها حنظلة رضي الله عنه ثم أطبقت عليه السماء، فعاد حنظلة رضي الله عنه يتفقد زوجه ويتفقد عروسه، وكانت هذه الرؤيا تشغل بالها وأولتها بتأويل ما، وكان هذا التأويل هو أن حنظلة رضي الله عنه سوف يستشهد وترتفع درجاته في السماء. فلما رأت تلك الرؤيا وأولت ذلك التأويل كتمت تلك الرؤيا في نفسها، ولكنها فعلت ما يمكن أن يكون بموازين زماننا من العجب العجاب، حيث أنها أصرت أن يتم البناء في تلك الليلة، فأرسلت أربعا إلى أربع من أهلها فأشهدتهم أنها وزوجها سوف يتمون البناء في تلك الليلة. وهذا من فقهها رضي الله عنها. وأيضا لا ندع تلك اللفتة الفقهية تفوتنا ونحن في سياق تلك القصة البطولية، من أن هناك أن ثمة فارق شرعي بين عقد الزواج وبين البناء، وأن البناء يترتب عليه حقوق كأن يستقر المهر في ذمة الزوج وأن يثبت النسب إذا كان هناك أولاد أو نحو ذلك، وبالتالي فإذا كان العقد يكفي فيه الشهود فإن البناء يلزم فيه الإشهار، وأن من عقد وأراد أن يبني فعليه أن يشهر أهل المحلة أو الجيران أو الأقارب أو من يعم بهم الخبر أن البناء قد تم، مع أن العقد كاف في إثبات الزوجية، إلا أن هذا واجب جديد يجب مع عند البناء، وهذا مما يغفل عنه كثير من الناس سواء ربما في الزواج المعتاد أو في صور أخرى من الزواج يسمونها المسيار أو غيره مما لا مجال لذكره الآن. ولكن هذا هو جيل الصحابة، عندما تتكلم تجد العلم والفقه والفهم يشيع فيهم رجالهم ونساؤهم كبيرهم وصغارهم، ويشيع هذا الفهم يعني بلا تعقيد ربما احتاجت إليه الأجيال التي بعد ذلك من التقعيد والتنظير التي والمؤلفات ونحوها. أرسلت إلى أربع من قومها فأشهدتهم على تمام البناء. فلما كان الفجر وانتهت المهلة التي استأذن فيها حنظلة رضي الله عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد أن يعود إلى الجيش، فتعلقت به جميلة رضي الله عنها بأنه لابد أن يتم البناء وقد كان. فما وبينما هم فيما يكون بين الرجل وزوجه سمع حنظلة رضي الله عنه الهيعة أن جيش المشركين قد أتى، وهذا تقدير الله تبارك وتعالى لذلك الصحابي الجليل أن يرتفع ذكره في العالمين، وتقدير الله عز وجل لجميلة رضي الله عنها التي أدبرت تلك النية العجيبة في أنها تمنت على الله أنه إن تم البناء في تلك الليلة، وهي تعلم أو يغلب على ظنها وفق تأويلها للرؤية
أن زوجها الذي لم يلبس معها إلا تلك الليلة سوف يذهب ولا يعود، فتمنت على الله عز وجل أن ترزق منه في تلك الليلة ولدا، فتشرف هي بأن تكون أما لابن شهيد. هذه هي الروح التي تربت عليها الأمة، ومن ثم نصرها الله تبارك وتعالى. تعظيم الشهادة في سبيل الله عز وجل إلى هذه الدرجة، مع أننا نعلم أن المرأة إذا ترملت فإنها يعني يكون إذا كان لها أبناء من زوجها السابق فإن هذا قد يعيقها عن زواج آخر أو نحو هذا، فإذا كانت هذا ربما يمثل قدر من الخسارة في دنياها، وهي التي لم تكن قد دخل بها أصلا، وكان وكأن هذه الرؤيا لو رآها غيرها من النساء لآثرت أن تبتعد عن ذلك الزوج حتى لو كان هو الراغب في إتمام البناء. ولكن ها هنا تعظيم ما عند الله تبارك وتعالى، وتعظيم حرمات الله، وتعظيم شعائر الله، وحب هذه الأمة، كما قال خالد رضي الله عنه يوما لأعدائه: جئتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون أنتم الحياة. لا يحبون الموت لأنهم يكرهون حياتهم أو لأنهم يريدون أن يقتلوا أنفسهم، ولكن يحبون الموت في سبيل الله لأنهم يرزقهم حياة أخرى. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فهذا الإدراك وتغلغل هذا الشعور في النفوس جعلهم يطمعون في هذه الحياة وهذا الشرف وهذا الكرم. فهذه جميلة رضي الله عنها تتمنى أن تنال شرفا أن تكون أما لابن شهيد، وقد كان. ثم بارك الله عز وجل لذلك الشهيد في ذلك الابن، ولذلك الابن في ذريته، حتى كان رزقه الله عز وجل بعد ذلك 10 من الولد كلهم حفظ القرآن بفضل الله تبارك وتعالى. فبينما كان بين حنظلة رضي الله عنه وعروسه ما يكون بين الرجل وزوجه، سمع الهيعة بأن جيش المشركين قد نزل، وهذا معناه أن كل من كان قد استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن ينزل إلى المدينة لسبب أو لآخر عليه أن يبادر فينضم إلى جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام حنظلة رضي الله عنه من على زوجه ما اغتسل من جنابته وبادر وخرج إلى الصف، وكلنا يعلم ما يكون من درجة الارتباط بين العروس وعروسه إلى غير ذلك مما لا داعي لاستصحابه، ولكن انظر كيف يكون سماع الهيعة يساوي الانتقال من تلك الحالة التي فيها قدر من الارتباط ببعض حاجات الإنسان إلى أن ينتقل وبسرعة وكأنه قد انفصل عن تلك الحياة انفصالا تاما، ولا يرى إلا الإسراع إلى إخوانه ليكون معهم ويواجه معهم جيش المشركين. وذهب حنظلة رضي الله عنه، وكما قال القائل: وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم. هذه العزيمة الفولاذية التي قام بها من هذا الموضع الذي تشتد فيه الشهوة والرغبة هي التي دفعته، إنه عندما ذهب إلى المعركة لم يكن في مؤخرة الصفوف ولا في جانبيها، وإنما عمد إلى رأس المشركين أنذاك، أبي سفيان رضي الله عنه. وكم من مرة عمد إليه المسلمون يوم أن كان مشركا يريدون أن يسقطوا ذلك الداهية، لأنهم يعلمون أنهم متى قضوا عليه فسيكونون بذلك قد قضوا على قوة استراتيجية كبرى لدى المشركين، ولكن قدر الله غالب. كان الله عز وجل قد ادخر هذا الداهية ليكون فيما بعد عونا للإسلام والمسلمين، وكان الله في علم الله عز وجل أن الله يهدي قلبه فيصور ذخرا للإسلام، مع أن المسلمين عبر مواجهتهم معه قبل أن يسلم لم يألوا جهدا في أن يعمدوا إليه
ويريدون أن يطعنوا المشركين طعنة كبيرة بإسقاط ذلك الداهية وذلك الرأس من رؤوسهم. وكان ممن حاول تلك المحاولة حنظلة رضي الله عنه، فعمد إلى أبي سفيان يريد أن يسقطه، وقد كاد من واقترب من ذلك لولا ما سبق في علم الله أن حنظلة رضي الله عنه يستشهد في تلك المعركة، وأن أبا سفيان رضي الله عنه يسلم بعدها ويعجب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجب ربك لرجلين يقتل أحدهما الآخر فيدخلان الجنة. وهذا في مثل هذه المواقف، يقتل المشرك المسلم فيدخل المسلم الجنة، ثم يسلم ذلك المشرك فيدخل الجنة، والمسلم لا يريد من دعوته ولا من جهاده ولا من قتاله إلا هداية الناس، ليس التسلط على رقابهم ولا نهب ثرواتهم، كما هو الحال في حروب الأمم الأخرى القديمة والحديثة، حتى وإن كانت حروبهم الحديثة تتسطر خلف مسميات الشرعية الدولية ونشر السلام العالمي، وعندما تغلب عليهم ما في قلوبهم تفلت منهم ألفاظ من جنس حروب صليبية، ومن جنس أن كما قال قائلهم يوما أنهم ذهبوا لحرب العراق حتى لا تضطر مصانع السيارات الأمريكية أن تبذل جهودا في ترشيد استخدام الوقود في السيارات الأمريكية. معروف أن السيارات الأمريكية من أكثر السيارات يعني استهلاكا للوقود وسعة للمحركات، ومع غلاء أسعار البترول ومشتقاته فكانوا يميلون أو سيقتربون من مواصفات السيارات الأوروبية، وهم لا يريدون أن يتنازلوا حتى عن هذا الشيء، ونحن يراد منا دائما أن نتنازل عن هويتنا وعن أشياء من ديننا، بينما هم يخشون ولا يرضون ولا يتنازلون من أن تختفي السيارات الأمريكية أو أن تصنع سيارات أمريكية بمواصفات أوروبية، فيريد أن يستمر تصنيع السيارات الأوروبية الأمريكية بمواصفاتها المعروفة، وتشن حرب لكي تخفض أسعار البترول رغما عن الجميع، حتى تستمر المصانع الأمريكية في صناعة سياراتها بنفس المواصفات التي المسرفة في استخدام الوقود، وثم يعني يسطر ذلك كله بما تعرفون من أسلحة الدمار الشامل التي حكموا على الدنيا أنه لا يملكها إلا هم، إلى غير ذلك. الجهاد في الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم أنفع الناس للناس تجرونهم بالسلاسل إلى الجنة. فيعجب ربك إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر فيدخلان الجنة. انطلق حنظلة رضي الله عنه واستطاع بشجاعته وإقدامه أن يظفر بفرس أبي سفيان، وإذا نزل الفارس من على فرسه فهذه نصف الطريق أو أكثر للقضاء عليه. وكاد حنظلة رضي الله عنه بعدما تمكن من فرس أبي سفيان بينما يهم بقتل الفرس، تكالب عليه المشركون الذين يحمون قائدهم فقتلوه رضي الله عنه، وغرزوا الرمح في بطنه فلقي ربه عز وجل شهيدا. ثم لما انقضت المعركة وأخذ المسلمون يجمعون القتلى، فوجدوا حنظلة رضي الله عنه مبتل الرأس، فعادوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن هذا الذي وجدوه وكيف أنهم وجدوا رأسه يقطر ماء، فقال: سلوا صاحبته عنه، فإني رأيت الملائكة تغسله بماء المزن في صحاف الفضة ما بين السماء والأرض. فسألوا صاحبته عنه فقالت: إنه لما سمع الهيعة خرج وهو جنب. خرج رضي الله عنه إسراعا واستجابة لأمر الله تبارك وتعالى، فغسلته الملائكة هذا الغسل الشريف
الذي شرف به لا نقول فقط لما أسرع لنداء الهيعة، وإنما شرف به لما كان في قلبه ذلك الإيمان وذلك الحب لله عز وجل ولدينه ولرسوله صلى الله عليه وسلم الذي حركه وفق كل هذه المعطيات. ثم سأل أهل جميلة رضي الله عنها، سألوها عن شأنها، صار هناك أمر عجيب آخر. هناك هذا الأمر الأول، أن يوجد رجل في المعركة رأسه يقطر دما وقد حل ذلك اللغز. لما عادوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سألوا صاحبته عنه، فجاء أهلها أيضا يسألونها لماذا استدعتهم تلك الليلة وأصرت أن يكون البناء فيها، وهي تعلم أنه ما أتى إلا لسويعات ثم يعود إلى ساحة الجهاد. فأخبرتهم بشأن الرؤيا التي رأت، وأنها أولتها بأن حنظلة رضي الله عنه سوف يكون شهيدا في تلك المعركة، وأنها تمنت أن ترزق منه بولد فتكون أما لشهيد، وقد أعطاها الله عز وجل على قدر ما طلبت، ومن صدق الله صدقه الله، فرزق في تلك الليلة ولدا سمي عبد الله، ثم رزق ذلك الولد فيما بعد بعشرة من الأبناء كلهم حافظ القرآن. فرضي الله عن حنظلة وعن جميلة وعن سائر صحبه وآل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقول قولي هذا، استغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، هذه واحدة من آلاف القصص في جيل الصحابة رضي الله عنهم وفيما بعدهم من أجيال. قصص عنوانها الرئيسي حب الله عز وجل وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وحب دينه وتقديم النفس والأهل والولد والمال قربانا لليل رضا الله عز وجل، والرغبة فيما عند الله تبارك وتعالى، والإيمان الحقيقي بأن الآخرة خير وأبقى. هذا الإيمان الذي وقر في تلك القلوب وصدقته أعمالهم فيما كان من سيرتهم. ونريد عند هذه القصة أن نتوقف عند خاصية لا ينبغي أن تغيب عنا أبدا، أن المسلم إن اتسع فهمه لدين الله عز وجل وحسن إيمانه وإسلامه فإنه يستطيع أن يفعل كثير من الأمور التي يظنها البعض متناقض، ويستطيع أن يبني وأن يجاهد وأن يتعلم وأن يعلم وأن يربي أبناءه. هكذا نشأت الدولة الإسلامية في ظل ظروف استثنائية، وما من عام إلا وفيه معركة، والذي ليس فيه معركة تكون فيه عدة سرايا تبعث. وفي ظل هذا الجو كان القرآن ينزل، وكان الصحابة يحفظون القرآن ويفهمونه ويطبقونه، وكان الأبناء يولدون فيتعلمون دين الله تبارك وتعالى ويرون بأعينهم ساحات الجهاد، وربما تشوقوا إلى الدخول فيها وهم في سن صغيرة. وهذه المعركة أيضا شهدت إقدام كثير من غلمان المسلمين يريدون أن يكونوا في ساحات المعركة إلى غير ذلك من الأمور. أمة الإسلام متى استعانت بالله تبارك وتعالى تذللت لها الكثير من العقبات، وهذا ما أيده التاريخ، حتى أن أحد الباحثين علق على انتشار الفتوح الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها في زمن وجيز، فقال إما أن الأرض كانت صغيرة في عهدهم وإما أنها طويت لهم. وكون أن الأرض كانت صغيرة في عهدهم هذا أمر بعيد، فلم يبقى إلا أنها طويت لهم، وإنما طويت لهم بفضل الله تبارك وتعالى الذي رزقهم ذلك الإيمان الراسخ الذي معه تهون المصاعب وتهون العقبات. إذن الآن
ونحن نسمع ليلة الأمس بتلك التحرشات الإسرائيلية الفجة المعروفة من قوم ديدنهم الغدر ومن قوم ديدنهم الجبن، فهم يخافون مما يقع في الساحة المصرية الآن من تطورات ومن حصول على حريات ومن حريات الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ومن زوال الظلم والاستبداد، وحتى إن كانت هذه الحرية هي حرية الدعوة إلى أي شيء، وأن من أراد أن يدعو إلى شيء دعا إليه، فإن يعني الحق أبلج والباطل لجلج، فوجود مبدأ الحرية يجعل أنها تصب في النهاية إلى انتشار دين الله تبارك وتعالى، انتشار العمل بدين الله عز وجل، وهم يختبرون يطلقون بالونات اختبار، وهذا هو ديدنهم الذي نعرفه. ربما يعني أغراهم ما يوجد في الساحة الداخلية من أنواع اختلافات سياسية، ما يوجد من يعني مشاكل اقتصادية ترتبت عن الفترة الماضية، ولابد أنه إذا أردت أن تصلحها فلابد أن تمر بمنحدر آخر قبل أن تصعد مرة أخرى. إلى غير ذلك يريدون أن يختبروا هذه الأمة في وضعها الجديد، كيف تفكر، كيف يفكر ذلك الشعب، هل اكتفى بأنه نال حريته كما يقولون، هل يشغله هذا عن آلام أمته، هل يشغله هذا عن إدراك من هو العدو الحقيقي. وطبعا كعادة هؤلاء عادة ما يتعمدون الخطأ، وهذه طريقتهم في كل الأمور، فهناك ما يمكن أن تسميه خطأ متعمدا بقتل جنود مصريين على الحدود، نسأل الله تبارك وتعالى أن ينزلهم منازل الشهداء. هذه طريقة عرفناها من هؤلاء، وإذا كان نحن دائما ما نقول أن جر إطلاق شرارات الحروب وغير ذلك لا يستقل بها أحد الناس ولا تستقل بها جماعات الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، لأن هذا بطبيعة الحال يحتاج إلى ترتيبات ونحو هذا. فإذا كنا سنكل هذا الأمر إلى من يملكه، ولكن ينبغي أن يكون رد الفعل الشعبي عن طريق يعني المساجد ابتداء، خطب الجمعة وغيرها، عن طريق الأحاديث التي حتى تدور بين الناس في طرقهم ووسائل مواصلاتهم وأماكن عملهم، وعن طريق إرسال الردود الفعل على وسائل الإعلام التي تتيح الاتصال أو إرسال رسائل أو غير ذلك. ينبغي أن يعبر المسلمون أنهم لا يخشون أحدا، أنهم يستطيعون أن يبنوا بلادهم في ذات الوقت الذي يحمون فيه حدودهم. ينبغي أن نقول لمن يتخذ القرار الآن، نحن سئمنا الذل وسئمنا العبارة التي رددها النظام السابق عدة مرات، الذي كان يقول كنا نعيش في نظام متعدد الأقطاب، فإذا أغضبنا الشرق ذهبنا إلى الغرب، وإذا أغضبنا الغرب ذهبنا إلى الشرق، والآن صار نظام عالمي جديد فيه قطب واحد، فإلى من نذهب؟ فنحن نقول، وبالتالي كان يتحمل الذل. ربما هذه طبائع النفوس، طبائع من كان يدير الأمر، فبالتالي كان من يقتل خطأ، وهذا الخطأ المتعمد المتكرر كنا نقبل هذا عن طيب خاطر ولا نحرك ساكنا، مع أنهم إذا قتل لهم أحد خطأ كان أو عمدا أقاموا الدنيا ولم يقعدوها. ولا يوجد في الأمور العسكرية شيء يسمى قتل خطأ، بل إن الشريعة الإسلامية فيما بين المسلمين بعضهم البعض غلظت جدا في جانب القتل الخطأ، وغلظت في أمر الدية وأمر الكفارة، لأن القتل الخطأ الحقيقي ليس المتعمد الذي يدعى أنه خطأ، هو في حد ذاته تقصير، ولا يمكن أن يصل أحد إلى قتل خطأ إلا بتقصير منه. فإذا كنا نتكلم عن المسلمين فيما بينهم وبين بعضهم البعض عن أفرادهم، أن الشريعة غلظت جانب القتل الخطأ على اعتبار أن القتل الخطأ يحتمل قدر يتضمن قدر من التقصير لابد وأن يعاقب به صاحبه، فما بالنا في الكلام على
حدود وعلى دول وعلى استراتيجيات عسكرية، وكان يتكرر ذلك القتل الخطأ ويمر الأمر يعني مرور الكرام أو مرور الذل إن شئت التعبير الصحيح. هذا الذل والشعور بأن هناك قوة دولية وحيدة لن نستطيع أن نتكلم معها، وأن هذه القوة الدولية ترعى تلك الدويلة اللقيطة، وبالتالي فإذا بدا لهم يوما، إذا بدا لجند من جنودهم أن يدير رشاشة في اتجاه الحدود المصرية ويقال خطأ فيصيب من يصيب، كان الأمر يمر مرور الكرام. كان إذا أرادوا الغاز، كان شعار النظام السابق ما تحتاجه إسرائيل يحرم على مصر وغير ذلك كما هو معلوم وكما هو اتضح. لا نريد ونحن في نظام جديد ونفرح بما من الله علينا بزوال هذا النظام، نريد أن نتفادى أعظم أخطائي، وأعظم أخطائي هو أنه ظن أنه في موقف ضعف تجاه أمريكا وإسرائيل. ونحن نقول ومع الحالة التي يعيشها الشعب المصري في الداخل، ومع الأزمات الاقتصادية، ومع حالة الثورة وربما حالة الانقسام وغيرها، نقول أن المسلمين متى رجعوا إلى دينهم ومتى استعانوا بالله عز وجل ومتى رفعوا أيديهم بالدعاء، فإنهم يستطيعون، لا نقول أن يوقفوا عجلة التنمية الاقتصادية لكي يواجهوا هذا الخطر أو هذا الطغيان، بل يستطيعوا أن يجمعوا بين هذا كله متى استعانوا بالله تبارك وتعالى. فهذا نقول سيكون القرار في النهاية رد الفعل بيد من يملك هذا القرار، ولكن نحن علينا أن نبدي رد فعلنا في حدود قدراتنا، أننا لا نريد حلا انهزاميا، لا نريد تسليما بأن أمريكا هي القوى العظمى في العالم، نحن لن نخرج ننازلها أو نناوئها أو ندعوها إلى نزال. وكما ذكرنا قبل ذلك احتراما من المسلم لمواثيقه، راضين باتفاقية السلام رغم أنها اتفاقية ظالمة ظلمت مصر قبل أن تظلم الفلسطينيين وقبل أن تظلم قضايا المسلمين بصفة عامة. لن نبدأ نحن بشيء من هذا، ولكن لا نريد أن نتعامل معهم على أنهم يملكون مقاليد الدنيا. إذا كان عندنا أزمات اقتصادية فعندهم أزمات أشد، وإذا كان عندنا انقسام في الداخل فعندهم أقوام يحبون الحياة حبا جما لا يستطيعون، ولم ينجحوا في أي معركة خاضوها، ولم ينجحوا في أي ميدان خرجوا فيه، ولم ينجحوا عندما نجحوا نجاحا جزئيا إلا بمساعدة النظام السابق عندنا لهم. فينبغي علينا أن ندرك أن عندنا جوانب قوة ينبغي أن نعتز بها، ينبغي أن نعتز بديننا، نقول ديننا حركنا، وإلا فكيف انتصر المسلمون؟ الانتصار المسجل حتى الآن في العصر الحديث هو انتصار العاشر من رمضان. هل وقتها لم تكن أمريكا قوة عظمى أو لم تكن إسرائيل قوة عظمى؟ ألم يكن ذا خط بليف وغيرها والتحصينات التي قالوها؟ انتصر المسلمون لما قالوا الله أكبر، وانتصر المسلمون لأنهم يحبون الموت كما يحب الطرف الآخر الحياة. انتصر المسلمون لما فجروا حقول الألغام بأجسادهم وهم يعلمون ذلك، لأنهم لم يكن معهم آنذاك تكنولوجيا تفجير الألغام، فكان ينتدب من ممن يفجر نفسه عن عمد ويسير وسط حقل الألغام حتى يفجرها ثم يمر إخوانه على جثته بعد ذلك. فإذا نحن نملك رصيد استراتيجي كبير يجعلنا نمتلك أن نقول أننا لن نرضى بذل ولا بهوان، لن نرضى أن يستمر. إذا كنا نقول تغيير نظام، فإن أول ما ينبغي أن يتغير فيه هو حالة الانهزامية التي كان يتعامل بها مع أعداء الله تبارك وتعالى. لم نطالب أن نكون نحن الذين نغدر أو نحن الذين نخل باتفاقياتنا، ولكن فقط نريد أن يكون رد الفعل على مستوى الحدث، ولنجرب مرة أن نكون رد فعلنا ردا قويا، ولننظر ماذا سيفعل الآخرون، ونحن على يقين أن جبنهم وحبهم للحياة سوف يجعلهم هم الذين يحاولون وهم الذين يمنعون أن تتكرر من عندهم مثل هذه الأخطاء، سواء كانت أخطاء حقيقية أم كانت أخطاء متعمدة ويقال عنها أنها أخطاء من باب التغطية على ما يريدون من إذلالنا وإشعارنا بأنهم يستطيعون أن يفعلوا ما شاءوا. ينبغي على الأمة أن ترسل ذلك النبض، ترسل هذا النبض للعالم كله، وترسل هذا النبض لمن يتخذ القرار
ليعلم أن وراءه قاعدة شعبية إذا ما قرر أن يكون رد الفعل ردا مناسبا قويا أنه لن يقول له الناس أنه لماذا وردتنا في هذا الرد المناسب القوي. فابتداء وهم يرصدون ردود فعل الشعوب قبل أن يرصدون ردود فعل القادس. فعلى الشعب جميعا أن يرسل الرسالة بأن هذا الزمن قد ولى وأنه لن يسمح المسلمون في مصر بأن تنتهك حرمتهم وأن يسقط إخوانهم شهداء، وحتى ولن يرضى المسلمون في مصر بأن تشن حملات إبادة على غزة وعلى غيرها من بلاد المسلمين، وأن المسلمون سوف يكون لهم وقفة بإذن الله تبارك وتعالى يعني يعرف بها هؤلاء القوم يعني حجمهم الحقيقي، وأنهم استطاعوا عبر إعلامهم المضلل أن يصوروا لنا أن مقاليد العالم بأيديهم، وهذا أمر غير حقيقي. الجيش الأمريكي مهزوم في كل الساحات التي خاضها، الاقتصاد الأمريكي ينهار لصالح الاقتصاد الصيني وغيره من دول ربما كانت قبل سنوات قليلة تشاركنا في نفس مشكلاتنا الاقتصادية. إذن المطلوب هو الإيمان بالله تبارك وتعالى والاستعانة بالله عز وجل، ولا تخاف كما كان يقال سابقا من أنه إذا حصل أي نوع من أنواع الصراع سوف تتأخر عجلة التنمية الاقتصادية أو سوف نحرم من أن نؤدي حياتنا. سلفنا رضي الله عنهم كانوا يعيشون ويتزوجون ويتناكحون ويربون أبنائهم مع أن حياتهم كلها كانت جهادا في جهاد. فقط نريد أن نغير نظرتنا للكون والحياة، وأن نعرف أن ما عند الله عز وجل خير وأبقى، وأن نعرف أننا ينبغي أن نعيش أعزة لكي نموت أعزة، وأننا ينبغي أن نعيش لدين الله تبارك وتعالى لكي ننال ما عند الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه عليه. اللهم يا ولي الإسلام وأهلي مسكنا به حتى نلقاك عليه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم أرزق من مات منهم الشهادة. اللهم أعلي درجاتهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم. اللهم أنزلهم منازل الشهداء. اللهم ارزق أهلهم الصبر والسلوان. اللهم ارزق أهلهم الصبر والسلوان. اللهم أكرم ذريتهم. اللهم أحسن إليهم في ذريتهم. اللهم أحسن إليهم في ذريتهم. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم دمر اليهود والصليبيين أعداءك أعداء الدين. اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. صلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.